يخلون رجلهم على المي هنا من هاي. فهي هاي المكان اسمه ساك ويكند. طبعا خسارة من عمر. راح اشوفكم اغرب شغله بتركيا. خالين بكل مكان بهاي الطريق فتحيه وانت رايح على جزل ساقل كان خالين هيك مثل الشلال تخلي جوا سيارتك حتى توقف عندهم تشتري شغله. مثلا شوف راح ادخل سيارتي فهاي تقدر حتى توقف عندهم تشتري شغله. طبعا وقفت بمكان وانا رايح على ساخل كنت. هي هاي مغاره وبي مي وبي راح افهم لكم المكان. بس شوفوا هاي قصه صغيره قعدت بهيج مكان. هاي الحجيه هي هذا هي هاي اللي مفاتح هذا المكان. بشوف هاي الوزونه جت عني. صغيره فوقفت اخذ استراحه هم اشحن موبايلات اشحن الكاميرا اشحن كل شيء اشوف شكل المكان والاسعارهم. واحنا رايحين تخيل بفتحيه شوف الاسعار هذا ارخص اسعار شفتها بحياتي. يعني تخيل جوز لما قيمه ب 10 ليرات القهوه التركاوي 27 ليره يعني كلش رخيص على الاسعار اللي داخل المدينه. هنا كلش اسعارهم زينه. فوقفنا هيك اخذت استراحه استراحه كملت الطريق. طبعا شوف المكان ايش قد حلو مرتبه. هي حتى تبيع زيت الزيتون اصلي وبيض مال احنا نسميها هنا يجيبونها من القريه. فتخيل شوفوا هي هاي هي والبنت بنتها فقاعدين مسوين هيك مكان مثل مطعم على الطريق. فاسعارهم كلش رخيص من تجون على هيك اماكن من الفتحيه على هذا المكان اللي راح اروح لها. ما تشوفون هيك مكان انصحكم تجلسون عندهم فتقعدون عندهم لان اسعارهم كلش رخيصه واكلاتهم كلش طيبه. تشوفوا المكان ايش قد حلو. فقط الام والبنت مسوين هيك مكان مطعم فيقدمون. البيت هم ورا هذا شو اسمه ورا هذا المقهى. فيم البيت مسوين على الطريق. شوف هذا الطريق اللي دا يمر منها راح نروح على المكان اللي راح نروح عليها. فيشوفوا بالطريق شفت قعدت حلو. طبعا هذا يسموها بالتركي جوزلمة. شوفوا شكل شلون هذا بالقيمه جاب لي اياها باللحم. تشكر يا ابو جمشير شكرا تشكر لك. الشاي جوزلمة وياها طماطم القريه يقول جايبيها من القريه احنا مالتنا من البستان مالتهم. هذا كلها تقريبا اقل من دولار اقل من دولار واحد. فهذا ارخص وجبه اكلتها بتركيا كلها. نصيحة مني لكم من تروحون على هذا المكان بالطريقة تشوفون هي الشغلات أكلوا عندهم. وصلنا المكان. شوفوا هذا مثل السوق صاير بنص الساقل كانت. احنا أكثر شيء راح تشوفوها هي هاي تين الشوكي. فأغلى شيء هم الوحدة بعشرين يعني تقريبا الوحدة بدولار واحد. الوحدة بس وحدة من هاي دولار واحد. فأسعار شوية غالي هنا. أنا طبعا صخلي كنت هي اسمه صخلي كنت صاير بمنطقة فتحية تبعد عن فتحية تقريبا ساعة. فالحلو هنا انه صاير بين الجبلين بين الجبلين دي تطلع مي من نص الجبلين. واكو طين طين يعني الطين اللي نعرفها طين موجود طين اللي تخليها بجسمك على اساس هذا يشفيك من هواية امراض. فهسه راح اخلي بجسمي واشوف لكم المنظر ابقوا بالفيديو. طبعا تعرفون احلى شيء شنو هي هاي المراية. هاي المراية خلين السيارات اللي تجي من نانا حتى يشوفون السيارات اللي يجي من نانا يعني واحد يعكس الثاني. فهذا شيء كلش حلو وعجبني. وهذا احلى مقهى راح تشوفوها داخل هاي المكان. شوفوا المي المي صاير مثل الشلال. بس خلي اصعد فوق اشوف لكم شلون تقعدون. القعده راح تصير على المي. خلي اصعد. هي هاي اقدر اسميها احلى قعدة بالعالم.
يا أخي أفكار بسيطة مسوين منهم أماكن سياحية. يخلون رجلهم على المي هنا من هاي من المقهى. أي شيء تريده أقعدهم يعني من المشروبات أقصد. فراح ندخل من هنا لي جوا. طبعا شوفوا فوق 1000 شخص موجودين بيشترون فقط التذكرة الدخول على هذا الكانيون على هذا المكان. شوفوا الدخول كيف ازدحام. طبعا دخلنا ب 22 ليرة يعني تقريبا دولار واحد للشخص الواحد تقريبا يعني واقل من دولار بس لا اقول دولار واحد للشخص. طبعا هنا تقدر تنزل تطق صورة مثل شوف الاخ القاعد هنا تقدر تطق صورة على هذا المنظر. سعر الصورة هنا 5 دولارات. طبعا هي في نفس الوقت شلال في نفس الوقت فيها مي للعين فيها مكان كبريت. شوف المي حتى مالتها مو نظيف لان بيها كربونات ما ادري شنو قال يعني هاي المواد المفيدة للجسم يقول ما ادري بالضبط شنو المواد المهم بيها شغلة مفيدة. شوف ايش قد ازدحام. طبعا هي هاي السيت واحد شوفوا وروح رجع نفس المكان مكان صغير فازدحام صاير فول يعني جاي عليها قبل ما كانت تيجي ازدحام. شفتوا هذا الشخص اللي كان مخلي مثل ماسك بوجهه فهذا على اساس شفاء يعني تفيد مفيد للجلد كل شيء ما ادري بعد على اساس مفيد للجلد. فالناس يجون من غير محافظات على مود هاي الشغله تخيل. تقريبا وصلنا للشلال. طبعا المكان كل شيء بيها يعني تجي هنا راح تزور هواي شغلات بنفس المكان. راح تزور المي دا ينزل النهر دا ينزل من بين الجبلين فجبل هاي طرف هاي طرف جبل وبعدين تشوف عين مال المي. شوف هذا العين ايش قد قوي وبعدين راح تشوف شلال وبعدين راح تشوف تراب الشفاء للوجه يعني للجسم على اساس مفيد للجسم والهاي هي هاي. بس افضل شيء الجو هسه راح اشوف لكم اياها بعد. شوفوا قوة المي خف شوي الازدحام خف. طبعا جاي قبل فترة كنت سابح هنا المي مالتها برد مو طبيعي بتطلع من الجبل. اشوف شلونها خلي اطب لي جوا بعد. هنا يبيعون شاي نسكافيه مصر الدرة هاي هسه خلي اخذكم على الشلال. انا
هذا أبرد مي هي هاي. طبعا بس تجون على هذا المكان راح تعرفون شحشاني لأن مي باردة مو طبيعي. شوفوا شلون نطلع من الجبل. الحجية قاعدة شايلة رجلها من المي. لا ليش قاعدة هنا أنا؟ قوية والله. شوفوا جمال المكان. بس شوفوا لي جمال المكان. المي لون المي إلا فد شيء. أريد أصعد فوق هاي الشجرة. طبعا خسارة من عمرها اللي ما يجي على هذا المكان فتحية. طبعا هي هاي أجمل مكان بالموقع. هنا أكثر الناس خالين هذا التراب اللي موجود هنا على وجههم على أساس تفيد للبشرة. شوف الناس شلون مكلبين بالحبل هاي يجون لأن راح توقع. فشوف الناس اللي يجون هناك خالين ماسك بوجههم إنه هذا المكان التراب اللي موجودة بهذا المكان كلش مفيد للوجه. أنا أرجع أذكركم بيها من تجون استخدموها. فأكثر الماسكات اللي ياخذون المواد ياخذوها من هنا. فهذا واحد قال لي هنا أنا ما أدري بعد. طبعا المي قوية وباردة حتى خالين حبل حتى تمسك الحبل وتعبر على ديك الصفحة. أهم شيء مسكوا بالحبل. خلي أكمل جوا وأشوف لكم الشغلة المفيدة يخلوها للوجه. طبعا شوفوا هي هاي اللي يخلوها للوجه مفيد للجلد على أساس. شوفوا كل مكان أكل بس أنظف شيء موجود اللي جوا. لازم تروح لي جوا آخر شيء حتى تلقي شيء نظيف تخليها بوجهك. فأني أفكر أخلي بجسمي كلها. خلي نشوف شلون يصير. شوفوا مثلا من الزوايا يقول أخت أخذ من الزوايا خليها بوجهك يقول ما أدري بعد. طبعا تقريبا وصلت للنهاية. فقالوا هنا أي مكان تأخذ مفيد للجسم. طبعا نشوف النقطة الأخيرة بالضبط هناك. هناك وين ما تلقيها بعد من الزوايا تقدر تخليها بجسمك. هم أرجع أذكركم أنه مفيد للجلد. فهسه راح أشوف أني هم. شوفوا أخوكم العراقي إيش راح يسوي. لازم أسوي شيء غريب فشوفوا إيش راح أسوي. فشوفوا أني سويت طمرت نفسي كلها بيها على أساس مفيد للجلد. فقلت إذا مفيد خلي يفيد لجسمي كلها. فمن قالوا لي مفيد للجسم شوف ايش سويت. نصيحة مني من تجون اسبحوا بهذا الشلال. دقيقة راح اطبقكم على شلال خرافي.
هاي شلالة المي مالتها خيالي، المي نظيف، شوف شلون تطلع هذا المي كبريتي وهذا المي النظيف شلون مدى يخلطون مع بعض. فأنا راح أسبح هنا مع صوت المي، طبعا كلها تطلع من الجبل. يا هاي المكان اريد اخلي الكاميرا بمكان حتى اسبح وهذا المي، بس وين اخلي ما ادري. ويلي المي باردة، المي ثلج، المي ثلج ثلج. طبعا شوفوا هذا الشلال هم هناك، شوفوا قدامكم حتى في شلال صغير. بس نصيحة من أخوكم سهيل، من تجون تسبحون بهذا المي، شوفوا هذا المي اللي دا يطلع من جبل، هي هاي القوة، البرودة ما فيك شيء. فتخيل كل هذا تطلع من جوة الجبل، هناك من هناك جوة جوة الجبل دا يطلع المي. فمكان فعلا ما تندمون عليها إذا تجون نهائيا. طبعا شوفوا راح أشوف لكم شغلة كلش غريب، هنا جايبين سمك كاتبين عليها سمك دكتور، يعني دكتور فيعالج، تخلي رجلك بيها ايدك. هذول السمك يشلعون البكتيريات اللي موجوده في ايدك برجلك، فدا يقول هيك ما ادري بعد. تجاره غريبه. طبعا المكان يخبل فعلا، ومن قالوا هذا مفيد للجسم؟ شوف انا ايش سويت، خليت الجسم كلها. فهي هاي المكان اسمه ساكو كانت، موجوده فتحية. فمن تجون على فتحية لازم تجون على هذا المكان، تقريبا ساعة فقط عن مركز المدينة. تخيل فمكان بيها شلال، بيها على أساس هذا الماسك مفيد للجلد، وبيها مي العين، وبيها قاعدة على المي، فبيها هواية شغلات تفيد، يعني مكان واحد وبيها هواية شغلات. فإن شاء الله تجون على فتحية، منتجون على فتحية تعالوا على هذا المكان ساكو كانت. حبيت أشوف لكم هذا المكان، فإن شاء الله تعجبكم الفيديو. أي سؤال أي استفسار تقدرون تتواصلون على انستغرام. تضرون فيديو جديد وبعد أحلى إن شاء الله. تحياتي.